السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ طبعا الشخصية اللي قدامنا دي هي منساني في المطبخ، طبعا ما فيش غير انا وهي ومحمد واحد صغيرين في البيت. انا بعمل قهوة وهي منساني في المطبخ، عمالة طبعا تشمشم في الباسكت، تشمشم في الارض، معرفش هي قلقت من ايه، هي بقالها يومين عبيطة كده. المهم، ليه بقى بتشمشم في الباسكت وبتشمشم في الارض والكلام ده؟ لان هي هتموت من الجوع. هتموت من الجوع ليه؟ لان انا مجوعها بقالي يومين. ليه مجوعها بقالك يومين يا عم وليد؟ ايه العذاب ده؟ عشان بدأت تتآنف على الاكل، بدأت تاخد الاكل ترميه بره الطبق، تحطه جنبها، تاخد تاني من الطبق تحطه جنبها برضو على الارض، وهكذا. جوعتها يوم، الموضوع ما جابش نتيجة، قلت اجوعها يومين ورا بعض. طبعا عملية التجويع دي ممكن تخسس معاك الكلب سنة. جوليا ما جربتش معايا موضوع التجويع ده قبل كده، فأول مرة تاخد الكورس ده، وأعتقد بعد تاني مرة اللي هي يومين متواصل دي وصل لها مفهوم اللي هو يا إما هاكل اللي يتحط لي يا إما هجوع بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. هي هتموت من الجوع، مش عطش ولا حاجة، هي لسه شاربة مية حالا، ولكن جوع. ده حل الكلب. تأكدت طبعا ما عندهاش ديدان، تأكدت ما فيش حشرات الحمد لله، ما فيش حساسية، ما فيش برد، مش عيانة. يبقى انت كده يا جوليا هانم بتتأنفي على الأكل. حل الكلب اللي يدل على الأكل إنك تجوع، ولا فطار ولا عشاء يومين كاملين، امبارح طول اليوم والنهاردة طول اليوم مفيش أكل خالص. هنصورها لكم بعد ما نحط لها الأكل هتعمل إيه، هنسجل لكم فيديو تاني ان شاء الله غير ده، ولكن احنا بنقول لكم كل حاجة بتحصل معانا. اه، انت عمال تقول لنا الكلاب لما يتأنف على الاكل يحصل كذا كذا، ممكن انت ما بتعملش كده في كلابك. لا، انا كلابي بيتعاملوا بنفس الطريقة اللي بقول لكم عليها. جوليا امبارح والنهاردة ما فيش حاجة اتحطت في بقها ولا حتة فاكهة حتى صغيرة، ما دخلش معدتها اي حاجة. هنشوف، ما جابش نتيجة وقعدت تتأنف على الأكل وترميه بره وتنطوره والكلام ده جديد علينا. زي ما قلنا في سلوكيات في جوليا اتغيرت بعد ما نقلنا، تمام؟ يبقى هنجوع، هأكلها وجبة وأقوم مجوعها 3 أيام ورا بعض، بدل يوم ما نفعش، يومين ما نفعش، هيبقوا 3 أيام ورا بعض. دي يا جماعة مش قسوة على الكلب، ولا إن أنا بقسى عليه ولا بعذبه، لا، أنا بعلمه إن موضوع نطورة الأكل ده أنت لازم تبقى ملتزم، لازم تبقى كلب متربي زي كده اي حد في البيت، ولاد صغيرين الكلام دوت، ما لازم يتعلم سلوكيات معينة. الكلب لازم يتعلم سلوكيات معينة، البهدلة اللي هي كانت بتعملها والاكل اللي يتعمل ويترمى والكلام ده، لا خلاص الموضوع ده اعتقد هينتهي النهاردة ان شاء الله بامر الله. تحياتي لحضراتكم جميعا. صح يا جوليا؟ مش انتي جعانة؟ مش انتي جعانة يا جوليا؟ صح، مفيش اكل مش كده؟ وتحياتي لحضراتكم جميعا، واشوفكم بامر الله على خير في فيديو جديد من قناتنا ازاي تربي كلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.